يا دكتور؟ مفيش جديد لغاية دلوقتي، كل حاجة ماشية تمام. يعني هيفوق امتى؟ ما انا قلتلكوا الغيبوبة للأسف ما لهاش وقت. هو على فكرة كويس، مفهوش أي حاجة، ده ممكن يكون أحسن منه ومنك كمان. بس طبعا الغيبوبة ملهاش كبير، يعني ممكن يفوق دلوقتي وممكن بعد يوم وممكن بعد يومين، الله أعلم، محدش عارف. ادعولي ربنا يقومه بالسلامة يا رب. ادعيله ربنا يقومه بالسلامة. عايتين حبيبتي انتي لازم تنامي. اما انا كنت لسه نايمة من شوية. عايتين انا عايزاكي تفهميني صح، يحيى دلوقتي مش حاسس بينا، يعني مش محتاجنا في حاجة. احنا لازم نرتاح عشان هو لما هيفوق هيبقى محتاج رعاية مننا، واحنا بالحالة دي مش هنعرف نرعيه. روح انت يا غادة، انا هفضل معايا وانا مش هسيبك. بوبي انا محتاجة لك قوي يا بوبي، عشان خاطري فوق، عشان خاطري. ادعيله يا ايدي، خليكي واثقة إنه هو هيقوم بالسلامة.